هذه المضخة لا تعمل مطلقاً. لقد بذلت جهداً كبيراً جداً. أسرع ووصل الضخ. هل ستضخ الهواء لملء الإطار بقية حياتك؟ هيا انزل يا موتو. من سيضخ الهواء؟ ابقى عندك هناك، سأذهب في جولة. انتظر، أريد الذهاب معك. انتظر يا باتلو، خذني معك يا باتلو. لس لس، أمسكوه بسرعة، اتصلوا بالشرطة. إنها دراجتنا، علينا أن نمسكه. هيا لنذهب. هيا أوقف الدراجة في الحال، وإلا سأحطم عظمك يا فتى. أرى أن الإطار الخلفية ليس به هواء، انزل بسرعة وإلا سينفجر الإطار. آسف آسف. لماذا تركته؟ قال إن الإطار الخلفي فارغ من الهواء وقد ينفجر، لذلك تركته. لقد خدعك وهرب بالدراجة. بسرعة افعل شيئا. ماذا يجب أن أفعل؟ تعرف أن عقلي لا يعمل وأنا جائع. افعل أنت شيئا. موتو، باتلو، أخبراني، هل رأيتما لصا يمر من هنا؟ لقد ذهب من هنا يا سيدي. مستحيل أن تهرب من يد شينغام، أقول لك مستحيل. بسرعة اصعدا إلى السيارة. هيا 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 هيا. يا ماذا قال لنا شينغام؟ نصعد أم نتمسك؟ قال نصعد، لكنه يجرنا خلفه. أنجدا. من هذان الشابان؟ يا لها من قفزة. هذان الشجعان هما أبطال فورفوري، موتو وباتلو. سترى، لن يهرب اللص منهما. مستحيل أن تهرب من يد شينغام، أقول لكم مستحيل. سيدي، هذان موتو وباتلو. موتو وباتلو، هذا هو صلة القرابة. أنا والده، أنا المفتش بابل جام. هذا اللص ماهر جدا في التنكر. ذات مرة تنكر في هيئتي وذهب إلى العمل مكاني. الشرطة بحاجة إلى شباب شجعان مثلكما، هل ترغبان في الانضمام للشرطة؟ في الواقع لدينا عروض كثيرة من جهات عليا أخرى. طلبنا جيوش كثيرة، جيش أمريكا، الصين، اليابان. سيدي نوافق، وهل من شيء أفضل من العمل مع الشرطة؟ إنه شرف لنا. إذن ستبدأان اليوم. عندما رأيت شجاعتكما أعينكما شرطيين. الشرطيان موتو وباتلو، اذهبا إلى قسم الشرطة. أمر سيدي. الشرطي موتو حاضر سيدي. جيد جيد جدا. الآن ستراقبان أنتما اللص. سأوصل المفتش أبي وأعود على الفور. حظا سعيدا موتو وباتلو، نحن نفخر بالشرطيين أمثالكما. ماذا حدث عزيزي اللص؟ لماذا تبكي؟ أمي عجوز جدا، إنها وحدها، لا أحد معها، وهي مريضة. إذا أنت سمحت لي أن أذهب لمدة ساعة، سأعطيها الدواء فقط. تعاني من الشلل، لا يمكنها التحرك مطلقا. كفى يا عزيزي كفى، لا أتحمل رؤيتك تتألم هكذا. اذهب أعطيها الدواء وعد بعد ساعة واحدة. أنت شخص طيب بالفعل، أنت طيب جدا، شكرا لك. ماذا فعلت؟ تركته يذهب. والدته مريضة، سيعود بعد ساعة واحدة. حطم قلبي كثيرا وهو يبكي. لن يعود إلى هنا، شينغام سيقتلنا بلا شك. لنمسكه قبل أن يعود شينغام. هيا بسرعة. شينغام، البلدة في أيد أمينة، لا سبب للخوف ولا سبب للقلق. خذ اليوم إجازة واسترح. حقا سيدي. منذ أن ارتديت هذا الزي، هذا أول يوم راحة لي. شكرا يا أبي، أعني يا سيدي. مرحبا مرحبا يا أمي، أنا قادم.
أعدي لي كل الأكلات التي أحبها. أنا قادم. أمّا. موت وباتلو، ماذا تفعلان هنا؟ لقد تنكر اللص في هيئة المفتش وهرب. بسرعة أمسكاه. سيدي، ما حدث هو أن... سنتحدث في الأمر لاحقاً. انظرا، إنه هناك، اللص في زي المفتش، دائماً ما يتمكن من الهرب. لا تلقي القبض عليه، أطلق النار، لا تدعاه يهرب، أطلق عليه النار فوراً. هذا أمر أمرك سيدي. ماذا تفعلان؟ ما هذا؟ لقد فقد عقليهما. اجري، اطلقان النار علي. سنرى من الذي سيجري الآن. ما الذي حدث لك؟ لماذا تجري على ساق واحدة؟ اجري بشكل سليم. آسف آسف. مستحيل أن تهرب من الشرطي باتلو، مستحيل. الشرطي موتو، أطلق النار. النجدة، النجدة. النجدة. لقد أظهرت وجهك الحقيقي، شرطي باتلو. أمرنا سيد شينغام أن نطلق النار عليه. صوب وأطلق. ماذا تفعلان؟ امنحاني الفرصة كي أتكلم يا أبي. اليوم أبي سعيد جداً، عثر على شرطيين مثل موتو وباتلو. كل المزيد يا ولدي. أشكرك يا أمّا. قطعة أخرى كفت. كفى. بعد كل هذه السنوات ولدي يأكل طعاماً أعددته بيدي. ليت والدك كان هنا. لابد أنه في الطريق. الآن يمكننا أن نترك البلدة لموتو وباتلو ونذهب في عطلة. عطلة عطلة عطلة. موتو وباتلو، ما هذا؟ هل تمثلان في مسرحية؟ تبدوان مثل مهرجين. أظهر لنا بعض الاحترام. لقد انضمنا للشرطة. مفتش الشرطة بابل نفسه هو الذي عيننا. نعم نعم، وبابل جم عينني مفتشا أيضا. سأحصل على الزي غدا. اسمي جم، المفتش بابل جم. أقسم باسم بلادي وبشعبها العظيم، لن تهرب مني، سوف أتخلص منكما. إنه يبدو تماما مثل المفتش الحقيقي. الحقيقي ليس هنا، هذا هو المزيف. موتو، افعل شيئا. ماذا أفعل؟ تعرف أن عقلي لا يعمل وأنا جائع. افعل أنت شيئا. لا يوجد ما نفعله، سيطلق النار علينا. هيا اجري. لن أدعكما تذهبان، أزعجتماني كثيرا، تعيينكما في الشرطة كان خطأ كبيرا. لن أستريح قبل أن أطلق النار عليكما. موتوا للخلف بسرعة، العربة قادمة نحونا مباشرة. لكن أنت من يقود، ليس أنا. آسف، نسيت. يا لا أصدق. يبدو أن موتوا وباتلو أمسك اللص وأخذاه إلى المحكمة. أبي، لماذا دخلت من السقف هكذا؟ انظر، أمي أرسلت لك بعض الطعام وبعض الحلوى أيضاً، وأرسلت لك السلطة وقليلاً من المانجو. بفضل موتو وباتلو يمكننا أن نستريح ونأكل في سلام. انتهى أمري. انظر،
اللص هنا. كيف خرج من السيارة وعلق خلفنا؟ طالما أمسكنا بهذا اللص، هذا كل ما يهم. لنأخذه الآن. عندما نخبر المفتش بالأمر، قد نحصل على ترقية إلى مقدمين. سيدي، انظر، لقد هرب اللص منا، لكن بفضل شجاعتنا وذكائنا أمسكنا به. الآن سيبدأ المرح. الآن سيبدأ المرح. سيدي، سيدي، ماذا فعلنا؟ اجري 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 أطول مسافة ممكنة كي تبقيا على قيد الحياة. مستحيل أن أفهم أبي. أقول لكم مستحيل. لقد عينهما في الشرطة، والآن يطاردهما ويطلق النار عليهما. مستحيل أن أفهم.